يعني كوتش، سمعنا بالفترة الأخيرة أنه عندك مهمة وطنية مع المنتخب اللبناني، اليوم قد إيه قادر كمان كجهاز فني للمنتخب الوطني تستفيدوا وأنتوا على أبواب تصفيات من هالدورة، وشو الوضع راح يكون المنتخب برأيك؟ أنت يمكن عندك الفيلينج أكثر مع اللاعبين بتقدر تحس فيهم. ليك توقيت البطولة ممتاز، يعني إجا بعد توقف بطولة لبنان وقبل بعشرين يوم من تصفيات، يعني هلا الشباب أتليست عم يلعبوا خمس ست جيمات، عم يرجعوا يحسوا بالكومبيتيشن، عم يرجعوا كلهم يرجعوا يركضوا من أول وجديد. توقيت مميز، كمان في بلان للمنتخب تحضير وكامب، على القليل كمان في 3-4 مباريات قبل ما نوصل للمباريتين بالتصفيات. لا الشباب مرتاحة ومبسوطة رجعت على الملاعب، بس بدنا شوية وقت يعني أكتر تنرجع كله تمام. Thank you coach, good luck. Thank you.